أول خطوة رح نعملها هي بأنه بدنا نكبس على منطقة ضغط كتير مهمة موجودة بين الحواجب، وهي بتساعدنا على أنه نروح كل الضغط والتنشن يلي موجودة بالأنف، وبتساعد على أنه تخلي البشرة بالأنف تكون مالسة ومنا مشنجة. بهيدي الحركة بيفيد كمان أنه نغمض عيوننا ونركز على نفسنا. هلأ بدنا ندلك الحواجب، منحط أصابيعنا بين حواجبنا ومنمشي لبرا. هلا بدنا نستخدم رابع اصبع من كل ايد، نحطه على وسط جسر الانف ونمشي طلوع. آخر شي بدنا نعمله هو إنه بدنا نستعمل إصبعنا الوسطاني من كل إيد، نحطه على طرف الأنف وكمان نمشي طلوع لنوصل للحواجب ونعيد.